منين جا عندها المفوض قالت له انا ما نوليش، هي عارفه ما توليش، محيت مسكينه المانعة والو، المرأة اللي غتعيش مع الراجل والو يعني والو، الراجل كيبغي المرأة منين تكون صحيحة، يعني منين المانعة والو، كيداير هذا الراجل اللي غادي يعيش معاها هاد المرأة مسكينة جا عندها المفوض، قالت له أنا ما نقدرش نولي، علاش كتعالج، ما كتقدرش للراجل، ما تقدر حتى تدوي، ما كتجلس، ما كتاكل، ما كتشرب، يعني واش الراجل غادي يبغي الأصنام ولا، ما غاديش يبغي هو رماها، كان عندها شريك عاد كانت مازال كتمشى شويه واخا بدا السرطان كانت كتمشى فين عاد مؤخرا من جا المفوض لقاها والو سيطرو طار مشات ها الدواء ديالها ها هو هاوما الدوا ديالها سيدي هاوما هاوما الدوا ديالها هاوما كتدقي كاع البيبان هاوما الدوا ديالها هاوما الدوا ديالها ما خلات الدوا اللي دارت ما كنت كنمشي للجمعيات مشيت للجمعية صيفطوني الناس قالت لي يا سيدة قالت لي سيري للجامع ها هي بنتي كانت معايا ملي قلت لها شنو واش الجامع تما شي لابيونس غتعطيوها لي ندي فيها اختي قالت لي سيري طلبي في الجامع واش انا غادي نمشي نطلب انا يا نمشي زرق وما نمشيش نطلب على اختي هادشي على اختي غادي نديرو على اختي في كان هاد الراجل ملي حنايا كاع شقينا كاع هادشي قاسينا علاش حنايا يسمع في المراه علاش هادشي خصو يديرو هو مسكون على مرتو ماشي انايا انا عطيتها له صافي هو اللي مسكون على المراه ديالو هو اللي كان يدير هادشي هو اللي راجلها ما انا غير اختها علاش حط عليا المسؤوليه ورمى عليا كلشي ودابا عاد كيطالب بولدو رمى عليا الولد ورمى عليا المرض ورمى عليا المرأة ثلاثة الناس اللي كنت كنكافح انايا انا كنت كنكافح وعندي مي كان فيها زهايمر وعندي بنتي انا غير مرة انا ضعيفة ماشي قوية انا ولدي هذا ولدي واخا كانت هزو المريضة في كرشها ما عارفة والو ونهار اللي دارت فتحات وتحي والدكتور حي مش حيد لها الولد من الكرش يعني انا هزيتو هذا ولدي وزاد نازل عليا ولدي وكبر عندي ولدي انا لا بدا ليا غادي نموت انا غادي نموت ولدي غادي يموت انا ما نقدرش نعيش بلا بيه وهو ما يقدرش يعيش بلا بيا انا بغيت الناس القضاء والناس المسؤولين والجمعيه الله يجازيكم وقفوا معانا انا غادي نضيع بنتي غادي تضيع غادي نخليها مورايا ولدي غادي يضيع كنطلبكم لوجه الله الله يجازيكم وقفوا معانا هاد اليتيم الله يجازيكم راه اختي كتموت وكتوصي الله يرحم لكم الوالدين ديروا على وجه الله وجهنا وجه اللي ماتت الله يرحم لكم الوالدين غادي تكرفص عليه ماذا سمع فيه في شهر في الكرش لقاه كبير يعني بغى يسخروا الحشيش ويسخروا الشراب ما بغاش يعني يقري ولا شي حاجه لو كان متقي الله لو كان دوز للمراه ملي كانت عنده في الدار انا ما يجيبهاليش ملي دار لها التحنين بلا شهر في الكرش يخليها عنده في الدار ما يطلعهاليش علاش يطلع عليا انايا ولو كان يتزاد ولده ما يتنازلش نهار اللي يتزاد يديه عنده انا هذا ولدي وانا امه ماتت امه بقات امه هذا ولدي انا ما استغناش على ولدي الله يجازيكم الله يجزيكم السلام عليكم انا التاج فتيحه كندوي على واحد المشكل ديال واحد اختي تاج نسرين المرحومه راه ماتت من 2013 داها راجلها اللابوراتوار ديال باستور دار لها التحليل يعني كانت مريضه عنده ما دوز لهاش على داك المرض هو غير بغى يكتشف يعني واش عندها شي حمل ولا لا حيت هو ما عاد شنو كان عنده في راسو دار لها واحد التحليل ب 30 درهم جابها لعندي وخلاها وسمح ليا فيها وانا ما تصحابليش الا فيها السرطان يعني انا تصحابي غير الوحم بقيت كنكابر مع الوحم ديتها زيدت بالعمليه كنقول لها رضعي كتقول لي ما قدرتش كنقول لها يمكن راكي صغيره ما تقدريش ترضعي الا رضعي بالسيف رضعت عام و12 يوم يعني داك السرطان كلاها 9 شهور وكلاها عام و12 يوم يعني عام و9 شهور و12 يوم وهو كياكل فيها السرطان انا ما عرفتش هو لعبد الدور ديالو يعني باش يكافح ويديها يدوز لمرتو ويشوف شنو فيها هو بغى يكتشف غير واش عندها الحمل باش يرميها ولا ما عندهاش صافي سمح ليا فيها الولد قفل عام و12 يوم تلاقى معايا عند لوبيطال الحسني
قال لي يا اللي تنازل لك على الولد. قلت له واش انت يا هاد المده كله سامح فيه ودابا جاي تنازل عليه؟ قال لي المراه عندك مريضه وانايا راجل ما نقدرش نحزمو ونمشي نخدم به. يعني هو ديجا كان عارف بلي المراه مريضه، ماذا هو رماها لي؟ ما قاليش راها مريضه، حنا تحبنا الوحم وعلى تالي حل كيقول لي اجي نتنازل راها المراه مريضه. صافي هي هذيك، عيطت لاختي قلت لها ودي راه راجلك شنو قال؟ قالت لي حتى انا نهبط معاك نتنازل. علاش ملي درت العمليه وتزاد الولد شكون اللي كان به؟ انت هي، حيت هي كان فيها السرطان حنا ما عارفينش في العنق ديالها. ما المهم المناعه ما عندهاش، ما الاكسجين ما عندهاش، ما كتقدرش تاكل، ما كتقدرش تشرب، ما كتقدرش تنعس، ما كتقدرش. هذيك هي بقيت انايا المهم نتنازل لي على الولد. مشينا عند كاتب عمومي عند السي ميمون عند الوكاله، تنازل لي على الولد هو واختي. مشينا للمقاطعه تكاليزاسيون، كلشي درناه قانونيا. يعني هو قلت له يلاه طلع للدار، واخا داكشي رغم انا كنت دعيتو 2013 نهار 1 في شهر 4 في 2013 دعاتو المراه ديالو بلا سمح لها في الكرش في شهر، كان ديجا داعيينو. ولكن لو كان ولا، ان الله غفور رحيم، لو كان ولا عند المراه ديالو الولد ديالو نتسامحوا معاه. واش ربي كيسامحوا؟ حنا عبد ما نسامحوش، حنايا ما عندناش القوه، حنايا غير عيالات، غير انا واختي، ما عندنا لا بوانا لا خونا لا خالنا اللي وقف معانا. حنا لو كان جا هو صعيب حنا نسهلو، حنا الحمو هو موسي، قطع مني ما بغى هو. حنا ما بغيناش حنا البنت تكرفس ولا الولد يتكرفس. هذيك هي بقات معايا البنت. منيش تنازل لي انا على الولد، قلت هاد السيد سمح لي في المراه وتنازل لي على الولد نمشي نشوف اختي مالها. منين ديتها عند الدكاتره الله يكثر خيركم وخيرهم، الدكتور منتصر، الدكتور حسين، الدكتور بوعشره، الدكتوره هواريه، كلشي وقفوا معايا. واخا راني مسكينه وما عندي حد، كاين الله ولقيت اللي وقف معايا بدون مقابل، بدون ما كاين لا فلوس لا معرفه. الناس اللي كيقولوا يعني كاين الاطباء ولا شي حاجه بالفلوس ولا بالمعرفه، هذا الشيء ما كاينش. لا كاين الله، ما كاينش شي حاجه اكثر من الله. وقفوا معانا صيفطونا الوجدان. المهم درت لها واحد التحليل لفرنسا ولا عند الدكتور امين شوقي، دار لي التحليل، دار لها التحليل، قال لي هذه البنت تمشي للوجده. سخفت انا تمايا طحت، يعني عرفت بلي هذاك المرض اللي فيها. ومشيت 4 سنين و4 شهور وانا كنكافح، ما خليت فين نعست، نعست في الارض، نعست في المحطات، نعست في الزنقه، نعست على الكراسه، نعست على اي حاجه نعست عليها على حساب اختي. ما خليت فين جريت، ما خليت فين. انا كنت انفيرميير 17 عام وانا في الملهيه، على تالي هذا المرض هذا جعلني كنسيق الدروج، كنخدم في العراس، كنغسل المواعن، اي حاجه باش نعالج السرطان باش نحاربه، كندير اي وسيله. علاش؟ ما عنديش اللي يوقف معايا على هذا المرض، ما عنديش اللي يوقف معايا. طلب لي الدكتور واحد الكنينه، يعني غاليه ديك الكنينه كتجي من فرنسا، ما لقيتش اللي يجيبها لي، ما لقيتش اللي يجيبها لي. مؤخرا حتى سيتروطار حتى فات اللي فات عاد لقيت واحد السيده صاحبتي، قلت لها ودي راها شنو قال لي الطبيب؟ قالت لي واخا نشوفوا حنايا نتكلفوا نجيبوا لها هذه الكنينه. ولكن من جبتها لها قال لي صافي الطبيب ما كاينش، واي دواء دارتو ما كيجيش معاها، دائما كتسخف. ما خليت السبيطار الجامعي، ما خليت بوسيف، ما خليت الفارابي والمستشفى الحسني، كتزيد الدم. ما خليت الدواء، ما خليت الدواء اللي ما درت، وعانيت بزاف وهي عانت بزاف. المهم هاد السيد ما عمره ما عرفها، ما عمره ما قابلها لا في المحكمه لا في والو، ما كيقابلهاش. ملي كندي المفوض فين كان خدام في الريستورا ديال المؤمن عند الجهه ديال تاويمه، كنمشي انا والمفوض كيقولوا لنا مشى لتركيا، كنمشيو لعندو للدار كندقو ما كيحليناش الباب. ولكن هو ملي كيجيب ليا المفوض كيجيب لي شي الاستدعاء، انا كيلقاني مستعده انا في الدار، انا ما نهربش من القانون، انا ما عنديش علاش نهرب. على تالي حال سمح لي المهم في المراه ما عالجها ما حتى شي حاجه. ماتت المراه، كلشي الناس عزاوني، الناس اللي كيعرفوني شافوا في البروفيت هكا اللهم انا لله والى راجعون، في الالمان عزوني، في هولندا عزوني، في اسبانيا عزوني، الاخوات لله المعارفه في سبيل الله، ماشي عائله ماشي شي حاجه. وهو ما جاش لعندي يقول لي سمحي لي، ولا جيت تغافر مع مرته وتسامح معاها، ولا يقول لي ولدي ولا شي حاجه، ما قاليش. هذيك هي. المهم الولد سمح فيه في شهر في الكرش، دابا عنده 5 سنين و9 شهور، دابا راه داعيني، داعيني في المحكمه ديال الابتدائيه، وداعيني في الاسره، كيلعب في كيلعب بيا بحال شي مش درتو في الخنشه وكديه من هنا لهنا. وما قنعش غير بالمحكمه الابتدائيه حتى نشوفوا الجلسات ونشوفوا القضاء شنو غادي تقول. المهم كيلعب بيا، مره كيقول جات عندي ضيفه وجلست، مره كيقول انا مشيت عندها للدار وجبتها. واش انا غادي نمشي نجيب السرطان نخدم عليه؟ ما يمكنش.
انا اختي تجي عندي غير 3 ايام صافي الله يجعل البركه. انا ما يمكنش نمشي نجيب اختي مريضه بالسرطان ونبقى نطلع ونوض معاها، وكانت عندي الوالده مريضه بالزهايمر كنت كنسد عليها الباب وكنمشي حتى الوجده وكنخلي غير الجيره اللي كيعتقوا لي الوالده، وبنتي كنخليها عند المربيه، ولدو كنخليه عند المربيه. منين بغى ولدو لو كان النهار اللي تزاد يجي لعندي، ما يمشي لا عند القاضي لا عند المحامي لا المحكمه، يجي لعندي يقول لي نعطيني ولدي النهار اللي تزاد في نهاره نعطيه ليه. انا نتحارب مع السرطان ومع اختي، انا نهز اختي ونهز السرطان نعطي له ولده، ولكن ماشي حتى ليكوش ما بقاش الحليب ما بقاش يعني كبر غادي يبقى يوريه جيب لي الحشيش من ليه وجيب لي الشراب من ليه. علاش ودابا مؤخرا كانت عنده المراه بلا عقد ولدت معاه في الحرام وهزت واحد الكش عاوتاني بلا حرام حتى ماتت اختي عدرت شهاده الوفاه عنده دابا الثبوت الزوجيه راه كتبيع الخبز في السوق ديال ولاد ميمون. دابا هاد المراه اللي بغات تكفل بهاد الولد واش شنو المصير ديالو؟ واش هي كتبيع الخبز في الشمس؟ واش ينعس لها على الركبه في الشمس؟ ولا غادي تدوش له في الشمس؟ ولا تقري في الشمس؟ المصير ديالو هي تبيع الخبز في الشمس وهو يبيع قدامها الميكا في الشمس. بغاتو يخدم عليها وجاب جوج د الربايب عند راجل اختي، عندها جوج د الولاد، واحد عنده 12 عام وواحد 8 سنين، وعندها الولد في فرنسا وعندها البنت مزوجه في بركان. هاد المراه اش من حنان غتعطي لولد اختي؟ راه عندها الحفايض وعندها الولاد وعندها، غاشاط لها شي حنان اللي غتعطي لولد اختي؟ ها هو كيدير الحشيش وكيسكر. انا ولد اختي كتموت اختي وكتوصي كتقول لي ما سمح لك الدنيا واخيره الا عطيتيه ليه، ولكن انا يا انا ربي انا كنتمنى من الله ما يعطيه ليش، ماشي انا اللي ما نعطيه ليش، انا العبد الضعيف الله هو القوي. هو قوى عليا بالكذوب كيقول بالله اختي ضرباتو بجنويه وهي لا شيميو طيح ولا المفاصل، ما كتهز حتى الخبز تاكل وكانت المناعه الماكله ما كتاكلهاش. انا قال لك هزت عندي الزروطه ها الجيران ها الدوار واش هزيت عنده شي زروطه؟ كيقول لك انا كنحرش عليه الشمكاره. انا غير وليا مراه واش عندي الرجل غادي ندير العلاقه مع الشمكاره يمشيو لعندو؟ واش عندي ولادي عزاره غادي ندير العلاقه مع الشمكاره يمشيو عندو؟ انا غير مراه ما يمكن لياش ندير العلاقه مع الشمكاره، انا هما يوليو فيا هما اللي تيوليو فيا. دابا علاش هذا الكذوب هذا؟ علاش؟ علاش طيح علينا البطل؟ وهما كيقولوا اللهم اذكروا امواتكم بالخير، هو كيقول السيده ضرباتو بجنويه، علاش ما دعاهاش في النهار الاول؟ حنا داعيونا في نهار واحد في شهر 4 في 2013، فين راه الدعوه الجنويه اللي ضرباتو اختي؟ فين راها؟ فين راها؟ هي كانت المناعه ما عندهاش، الاكسجين مسكينه، ريسبيراسيون ما كتقدرش تريسبيري، والشيميو قتلها المفاصل عاد غادي تهز الجنويه وغادي تضرب الراجل. عمر العين ما تطلع فوق الحاجب، عمر المراه ما تضرب الراجل، عمرو حنا غيتامه ما عندنا حد، حنا ما معنيين حتى بشي حاجه، حنا معنيين بالله سبحانه وتعالى. حنا دابا كنشوفوا المصير ديال هذا الولد فين غادي يمشي يعيش. دابا انا كنطلب من المسؤولين والقضاء يشوفوا بعين الرحمه في هذا الولد، يعني يديروا الانسانيه ويشوفوا المصير ويديروا البحث على هذا السيد، وشوفوا المراه اللي كتبيع الخبز في ولاد ميمون، وشوفوا بلا كيدير الحشيش يديروا له التحليل كيدير الشراب. فين غادي يمشي هذا الولد؟ فين غادي يمشي يبيع الميكا مع المراه اللي كتبيع الخبز؟ ولادو حتى هو هذوك الربايب اللي عنده كيجيبوا الخبز في البيكالا، المهم في ولاد ميمون. انا ولدي كنقريه، هذا ولدي، هذا سمح لي فيه في الشهر في الكرش، هذا قريته في الروض، كان قلع من كرشي قريته في الروض فرنسي والعربي، ودابا راه مدخلها المدرسه وراه كيقرا في المدرسه. انا ما خصاتو شي حتى شي حاجه، كاينه شي جمعيه كاين شي مراقبه تراقبو عندي، انا خالته ما كانش اللي يدير له اكثر من خالته، انا في المرتبه ديال امه وهو ها هو يشهد نيت الحق. امه مسكينه كانت هي مع السرطان من نهار اللي رماها عندي وهي فيها السرطان، حيدوا لها الدكتور حيمش من الكرش، هو كينعس لي على يدي، انا اللي كنوكل، انا اللي كنشرب، انا كنخرق، انا كندير كل شيء. فين كان هاد المده هادي كلها؟ فين كان؟ فين كان؟ حتى كبر الولد عاد جا لعندو، فين كان؟ واش هاد الراجل كان غايب ولا كان ميت ولا شنو؟ علاش؟ من تنازل ليا لعب النمره وات في راسو، تنازل ليا على الولد بالله ولدي، على التالي جاب لعندو، كبروا حتى كبرتو ليه، علاش؟ علاش هاد الراجل يدير هاد الشيء؟ دابا انا كنعطي نصيحه للاباء اللي كيتخلاو على ولادهم والناس القانون، انا يشوفوا ليا المصير ديال هاد الولد. انا الناس ديال القانون انا بغيت ولدي يعطيو له الحق ديالو. ها هو التنازل، تنازل لي على الولد منين كان الولد عنده عام و12 يوم كان سمح فيه ماشي كان معاه، تعرض لي عند المستشفى الحسني وقال لي يلا هين تنازل لك على الولد. قلت له واش انت عام و12 يوم سامح فيه ودابا غتنازل لي عليه؟ علاش؟ قال لي المراه عندك مريضه وانا راجل ماشي غادي نحزمه في ظهري ونمشي نخدم به. يعني كان عارف المراه ملي كانت عنده كانت مريضه،
انا ما قاليش، كنت مازال ما عارفاش بلا فيها السرطان. قال لي نتنازل، عيطت على اختي في التليفون قلت لها شنو قال لراجلك، قالت لي حتى انا نمشي نتنازل لك. علاش مني تزاد من كرشي؟ شكون هزو انا؟ لا هي غير مع المرض، كنا مازال ما عارفين شحال، ما اكتشفناش عاد المرض. مشينا عند الوكاله ديال السي ميمون. ايوا يا سيدي. قال له شنو بغيت؟ قال له بغيت نتنازل لولدي السليفه ديالي، الاخت المراه ديالي. قال لي اش كتقولي غاتاج فتيحه؟ قلت له ودي هذا راه ولد اختي، الا تنازل لي على ولدو راه غادي يعيش مع امو، حتى امو راها معايا. ها هما تنازلوا، تنازل هو والمراه ديالو، ومشينا عند المقاطعه قاليزاسيون. ها هو قانونيا، ها هو انا لو كان ما تنازليش على ولدو، لو كان عطيته له نهزو ونحطو له عند الباب. انا كان عندي السرطان، انا كنت كنمشي لوجده، انا كنت كنخليه هو المربيه بالفلوس. انا هذوك الفلوس اللي كنعطي للمربيه نمشي نقضيهم على اختي، نخسرهم على اختي، ما نخسرهمش على ولدو. هو دابا المصاريف منين مشاو ديال السرطان وديال الولد ديال السبوع؟ انا طهرت، انا صبعت، انا كبرت، منين كلشي تسالى بان له دابا الولد. انا بغيت دابا الحق ديالي والحق ديال ولدي، وولدي ما يضيعش. انا الحق ديال اليتيم ما يضيعش، غادي يمشيو يتكفصوا عليه. ما تماش امو، تما مرت باه، وكتبيع الخبز في ولاد ميمون، ما جالساش في الدار. واخا تكون جالسه في الدار، مرت باه هذيك ماشي امو. انا خالته كينعس ليا على يدي، انا كنعس مصلبه بحال سيدنا عيسى، بنتي منا وهو من هنايا، ها هو يشهد بفمو. ها هي الورقه ديال الامتناع، منين باغي ولدو، ها هو الامتناع، حكم الامتناع، ما بغاش يخلص، مشى عنده المفوض، ها هو الحكم ديال الامتناع، ما بغاش يخلص. هو كلشي دابا في يدو، كيقول لك القانون في يدو، ها هو. حنا عندنا ربي، حنا في يد الله، إذا كان هو القانون في يدو، أنا في يد الله، والولد في يد الله، راه يتيم، ووصى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لك الكفيل باليتيم، هو الرسول عليه الصلاة والسلام هكا في باب الجنة. دابا كنطلب من القضاء يوقفوا معايا ويوقفوا مع الولد، مع هذا اليتيم، وقفوا معاه وشوفوا بعين الرحمة، وقفوا معاه. ها هي الوكالة ديال أختي، ها هي الوكالة ديال أختي، ها هي. بالله أنا تكلفت بها وبولدها بكل شيء، بالتمريض، باللباس، بالأعياد، بكل شيء. عمر حق ديال دانون ما جابوا لولدو، ها هو يشهد النيت، عمرو ما صيفط حق ديال دانون ديال درهم، ما صيفطو، ما صيفطو. شي نهار ولدي اجي، شي نهار ولدي جاب لك دانون؟ لا دوي. شي نهار جاب لك اذاكر دانون؟ لا. شي نهار جا لعندك؟ لا. شي نهار هزك؟ لا. كتمشي لعندو للدار؟ واش كتعرفو؟ لا. ايوا شكون اللي كتعرف؟ ماما. شكون ماماك؟ ماما فتيحة. شنو كدير لك ماماك فتيحة؟ ها؟ شنو كدير لك؟ تدير لي نعناع. ايوا زيد. تتسق لي مدرسة. عندك مدرسة؟ زيد أولدي؟ زيد. ودابا شنو بغيتي، تمشي عند زكر ولا تبقى مع ماك فتيحة؟ فتيحة. ها؟ ماما فتيحة. بغيتي ماماك فتيحة؟ علاش ما بغيتيش تمشي عند زكر؟ علاش؟ علاش هكاك؟ ها؟ وشنو قالت لك نسرين؟ ها؟ شنو قالت لك نسرين؟ ديتي البوز نشدك من عينيك. قالت لك نسرين المرحومة إلا مشيتي عند، إلا عطيتيه نشدك من عينين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إيوا المسؤولين راكم أنتم كتشوفوا في الحالة ديالنا، ها هي الشكاية ديال نهار واحد في شهر 4 في 2013 اللي دعاته المرأة ديالو، اللي دعاته وهو كثر علينا في الكذوب. خاصهم يراقبوا ويشوفوا الأوراق، خاص يراقبوا ويشوفوا الأوراق. دعاته في 2013 نهار واحد في شهر 4 في 2013 اللي دعاته. الولد كان عنده شهر في الكرش، حنا ما يمكن ليناش نديروا التزوير، حنا هذا الشيء قانونيا، حنا هذا الشيء قانونيا اللي كنديروه. ها هي السيدة بالعقد ديالها.